يقول جئت أنا وجماعة إلى المسجد عند وقت الصلاة صلاة المغرب ووجدناه مغلق، ودخل وقت الصلاة وأقيمت الصلاة في المساجد الأخرى وقمنا نحن بإقامة الصلاة وصلينا في الساحة الخارجية، وأثناء الصلاة دخل الإمام ومعه جماعة وفتحوا المسجد من الداخل وأقاموا جماعة أخرى، أي أصبح جماعتان في المسجد، وبعد الانتهاء من الصلاة أنكر الإمام علينا الصلاة. السؤال أيهما على حق؟ إذا كانوا تأخروا فهم الذين على خطأ، وأنتم على حق، أنتم معذورون وهم المخطئون. إذا كانوا تأخروا عن المجيء وقت الصلاة، أما إذا كانوا لم يتأخروا فأنتم الذين استعجلتم وأخطأتم. لا يقام جماعة في مسجد وهناك جماعة راتبة، لا بد أن يجتمع المسلمون على إمام واحد في المسجد. الواجب أنكم انتظرتم حتى يأتي الإمام والجماعة وتصلون معهم ولا تستعجلوا.